فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لقناتنا، قناة منح من كل الألوان بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر. كمان ده الويب سايت الخاص بينا، هتلاقوا عليه فرص ومنح كتيرة جدا، ياريت برضو تتصفحوا الويب سايت وتتصفحوا القناة، وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. المنحة دي هي منحة جامعة أوروبا الممولة بالكامل، تمام كده؟ طيب المنحة دي هتكون في دولة ألمانيا، طبعا دولة يعني غنية عن التعريف وكثير جدا من الطلاب والأشخاص بيطمح بالدراسة أو العمل فيها، تمام؟ ومن أقوى الدول في العالم. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، كل الدول المتاحة للتقديم سواء أنت من دولة عربية أفريقية أسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة، تمام كده. بالنسبة للجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي او الجامعة اللي هيتم فيها الدراسة هي جامعة اوروبا للعلوم التطبيقية، تمام، اسمها University of Europe for Applied Science، تمام. فده اسم الجامعة واسم الجهة المانحة. بالنسبة لأماكن الدراسة، عندنا الجامعة دي ليها 3 اماكن للدراسة او زي كده ليها فروع، تمام، وانت بتشوف الفرع اللي انت عايز تنضم ليه والفرع ده في يعني اي تخصصات انت حابب تنضم ليها، تمام كده. هتلاقي عندك 3 اماكن او 3 مدن، تمام، مسموح ليك الدراسه فيهم تبع جامعه اوروبا للعلوم التطبيقيه زي برلين هامبورغ وغيره، تمام، 3 مدن. طيب تختار بقى المدينه اللي انت حابب تدرس فيها. بالنسبه للمرحله الدراسيه الموجهه ليها المنحه دي موجهه لدرجه البكالوريوس والماجستير فقط. يعني لو انت مثلا في اخر سنه من الثانويه العامه او خلصت ثانويه عامه وعايز تدرس بكالوريوس بتقدر تقدم، لو انت مثلا خلصت بكالوريوس وفي اخر سنه بكالوريوس وعايز تقدم ماجستير بتقدر تقدم، انما دراسه الدكتوراه غير متاحه في المنحه دي. بالاضافه كمان انت ممكن لو انت عندك درجه الماجستير او البكالوريوس حابب تعمل مثلا مره ثانيه البكالوريوس او الماجستير برضه متاح، مفيش مشكله خالص. بالنسبة للتمويل في المنحة دي عندنا تمويل ممتاز جدا. اول حاجة انت بتاخد رسوم الدراسة مجانا 100%، مش بتدفع اي تكاليف ليها خالص. كمان متاح عندنا السكن الجامعي، تمام، السكن الجامعي هيكون على حساب المنحة، مش تدفع لي اي تكاليف برضو. عندنا رسوم الاقامة اللي هي الاقامة داخل الدولة نفسها، اللي هي اقامتك بتتجدد كل سنة، دي بيكون ليها رسوم، هم برضو بيدفعوا لك رسوم الاقامة. كمان المنحة دي بتوفر مساعدة في التأشيرة. طبعا معروف ان تأشيرات دول اوروبا شوية بتكون صعبة، لكن المنحة دي بتوفر لك خطاب قبول وبتساعدك على الحصول على التأشيرة بدون اي تعقيدات او بدون الحاجة الى حساب بنكي، تمام. طيب كمان المانيا من دول شنغن، ودي بتسمح ليك بالتجول في الدول الاخرى. لو معاك الاقامة في المانيا بتقدر تخش دول كتير تانية زي النمسا، ايطاليا، اسبانيا، دول كتيرة جدا بتقدر تخشها من غير تأشيرة، تمام. كمان مسموح ليك ايضا العمل في الجامعة او خارج الجامعة بدوام جزئي اثناء الدراسة. طبعا معروف ان الدول الاوروبيه بتسمح بالعمل بدوام جزئي، ممكن تشتغل في الجامعه، ممكن تشتغل بره الجامعه بمعدل 9 يورو للساعه الواحده، فدي برضو بيساعدك انك ممكن تدخر مال اضافي اثناء الدراسه وكمان تساعدك اكتر على المعيشه. بالنسبه للتخصصات المتاحه في المنحه دي عندنا تخصصات عديده جدا، تمام، هتلاقي كل التخصصات هنا. عندك تخصصات الادب والفنون، اداره الاعمال، الحقوق، تقدر تشوف كل التخصصات اللي انت مهتم بيها وتقدم عليها، تمام. فدي كل قائمة التخصصات المتاحة في هذه المنحة، تمام. طيب عندنا هنا ملاحظة ان المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة انجليزية بشكل الزامي عند التقديم. المنحة دي بتديك الدراسة باحد اللغتين، اللغة الالمانية او اللغة الانجليزية. لو انت بتعرف اللغة الالمانية ومعاك شهادة اثبات للغة الالمانية تقدر تقدم، لو بتعرف بتقدر تقدم تدرس باللغه الالمانيه، لو بتعرف اللغه الانجليزيه بتقدر عادي برضو تقدم على الدراسه باللغه الانجليزيه. بس الميزه انها مش طالبه هنا شهاده اثبات اللغه للغه الانجليزيه، مش طالبين شهاده اثبات ايلتس او توفل او غيره من الشهادات، تمام كده. كمان المنحه دي ليس بها حد اقصى العمر، فهي متاحه لجميع الاعمار، سواء سنك صغير سنك كبير بتقدر تقدم عليها. وزي ما احنا وضحنا يمكنك التقديم اذا انت في اخر سنه من الثانويه العامه او البكالوريوس تقدر برضو تقدم. بالنسبه للاوراق المتاحه او الاوراق المطلوبه، مطلوب منك صورة جواز السفر. المنحة دي كمان مسهلة حاجة، ان عند التقديم ممكن تقدم ببطاقة الهوية ليس يعني جواز سفر الزامية، تمام. لو مش عندك جواز سفر خلاص بتقدم ببطاقة الهوية.
كمان السيره الذاتيه مطلوبه منك، والافضل تعمل سيره ذاتيه على الطريقه الاوروبيه، السي في بتاعك كلها الطريقه الاوروبيه. كمان شهاده تخرج لاخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه، لو انت اتخرجت فعلا بتجيب شهاده تخرج كشف الدرجات، لو انت لسه في اخر سنه بتجيب شهاده السنه اللي قبلها. كمان مطلوب منك تعمل خطاب نيه، وحابب انوه ان خطاب النيه في المنحه دي مهم جدا جدا جدا، لان هو من العوامل الرئيسيه في القبول في المنحه دي، فلازم تعمل موتيفيشن ليتر يكون كويس. كيفيه التقديم بقى للمنحه دي، ازاي احنا ممكن نقدم ليها؟ اول حاجه التقديم للمنحه دي يجب ملء ابلكيشن التقديم للجامعه من هنا، تمام؟ عندنا ابلكيشن للجامعه لازم حضرتك تملاه، تمام كده؟ بالتزامن مع التقديم للجامعه لازم برضو انك تملى ابلكيشن المنحه وتبعت معاه الاوراق دي، تمام؟ وترسل معاه ايضا هذه الاوراق على احد المدن دي او احد فروع الجامعه في المدينه اللي انت عايز تدرس فيها. يعني ايه؟ يعني احنا بنروح نملى الاول للجامعه، تمام؟ نقدم للجامعه، خلصت تقديم للجامعه تروح للخطوه الثانيه على طول، وفي ابلكيشن، تمام؟ في فورم كده بي دي اف بتملاه، تمام؟ وتروح انت واخد الاوراق دي مع الملف البي دي اف ده، وتروح بعتهم للايميلات دي. شوف بقى انت عايز تدرس مثلا في برلين، في هامبورغ، شوف انت المدينه اللي انت عايز تدرس فيها وتبعتها الى هذا الايميل، تمام كده؟ طيب بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم للمنحه دي هو 31 يوليو 2021، ده اخر ميعاد للتقديم. كمان عندنا ملاحظات هنا، ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، بنوفر خدمه تقديم بشكل احترافي على اي فرصه ومنحه، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح. كمان بنوفر خدمه تجهيز الاوراق وخدمه التقديم على الكورسات، ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، وايضا موجوده هنا. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كل التفاصيل. هتيجي تضغط على الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك كل تفاصيل المنحه، تمام؟ طبعا الجامعه دي بتقدم منح كتيره جدا، اللي هي يونيفرسيتي اوف يوروب بتقدم منح كتيره. احنا مهتمين باول نوع من المنح اللي هو ده، تمام؟ اللي هو سكولارشيب فور اكسلنس اوف اكسلنس، تمام؟ ده اول نوع، وده النوع اللي احنا هنقدم عليه، ده اسم المنحه اللي احنا هنقدم عليها في الجامعه دي. طيب دلوقتي شفنا الاعلان الرسمي، خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف ازاي ممكن نقدم في المنحه دي. اول حاجه قلنا هنروح نملى ابلكيشن الجامعه، هتيجي تضغط على كلمه هنا دي عشان يفتح معاك الابلكيشن الخاص بالجامعه نفسها وتبدا تملاه، بعد كده تروح للخطوه اللي بعدها، تمام؟ ابلكيشن الجامعه هيفتح معايا وهيطلب مني الاول عمل اكونت على الموقع بتاع الجامعه، بيقول لك قبلينا وهنا، ولازم انك تعمل اكونت الاول على موقع الجامعه. فتروح بقى تحط بياناتك، تحط طبعا التايتل بتاعك، وتحط اسمك واسم العائله والايميل بتاعك والدوله اللي انت منها، تكتب ان انت من خارج الاتحاد الاوروبي وتختار دولتك، تمام؟ وتضغط هنا على المربع ده انك موافق على كل الشروط، بعدين تضغط على سيف وكونتينيو، يبقى انت كده عملت اكونت على موقع الجامعه. طيب عملنا الاكونت وكل حاجه تمام، بتروح بقى حضرتك بعد كده بيدخلك بيعمل لك دايركت على طول الابلكيشن بتاع المنحه، تمام؟ بعد ما بتسجل اكونت بتروح مباشره لهذه الصفحه بتفتح معاك. عندنا اربع خانات مطلوبه مننا هنا لازم نملاها في الابلكيشن. اول خانه مطلوبه مننا هي البيرسونال داتا، تمام؟ اللي انا مثلا حطيتها بس بزود عليها بقى الدوله اللي انا مقيم فيها حاليا، بزود على رقم تليفوني، تاريخ ميلادي، الدوله اللي انا اتولدت فيها. بعد كده ستادي بروجرام، بيقول لك انت عايز تدرس فين، تختار المكان اللي انت عايز تدرس فيه، عايز تدرس برلين مثلا تختار برلين. بعد كده بيطلع لك عايز تدرس هنا بكالوريوس ولا ماجستير، تمام؟ فتختار بكالوريوس مثلا على سبيل المثال، تمام؟ لو اخترنا بكالوريوس هيطلع لي بعد كده عايز تدرس باللغه الالمانيه ولا اللغه الانجليزيه، اختار مثلا اللغه الانجليزيه، تمام؟ هيختار بعد كده هنا التخصص، يطلع لي بقى التخصصات المتاحه باللغه الانجليزيه في برلين، وهكذا بتقدر تشوف كل فرع من دول في تخصصات ايه متناسبه معاك وبتقدم عليها. بعدين بتخش على الابلود دوكيومنتس، تحميل الوثائق بتاعتك، تمام؟ بتحط بقى الموتيفيشن ليتر، بتحط السي في، بتحط الاي دي بتاعك، تمام؟ او صوره جواز سفر. بيقول لك اذر دوكيومنتس، لو عندك ايلتس او توفل اف افيليبل، يعني لو عندك بتحطها، لو مش عندك خلاص مفيش مشكله، بتقدر تقدم عادي من غيرها، تمام؟ واخر بقى خطوه عندنا هو في حاجه اسمها بيمنت ابلكيشن فيه. طبعا انا وضحت سابقا ان معظم الجامعات القويه خصوصا في الدول الاوروبيه بتحتاج رسوم ابلكيشن، تمام؟ طب رسوم الابلكيشن دي ليه؟ عشان يضمنوا جديه الطالب، يعني مثلا اي واحد ممكن يخش يملى الابلكيشن ده ويحط اي معلومات مش مظبوطه ويروح عامل سبميت، وهم يجوا يراجعوا الابلكيشن بتاع كل طالب يلاقوا ان في طلاب كتير ماليه غلط وقدمت كده وخلاص. لا، هم عايزين يتاكدوا للناس اللي بتقدم دي ناس بالفعل جديين، فالطلاب من خارج الاتحاد الاوروبي لازم ان هم يدفعوا 50 يورو، تمام كده؟
وال50 يورو دي عشان تأكد جدية الطلب. وخلينا نوه على شيء، ان المنح اللي بيكون فيها رسوم ابلكيشن بتكون من المنح الاقل تنافسا، وان انت يعني نسبتك في القبول بتكون كبيره فيها. ليه؟ لان ما بيكونش الاقبال عليها كتير ومش كله بيدفع الرسوم، فدي بتكون حاجه افضليه ليك انت، بيكون التنافس اقل. تمام كده. وطبعا الجامعه دي رسومها 50 يورو بسيطه مقارنه مع جامعات تانية كتير جدا بتعرض بقى رسوم ابلكيشن 100 يورو 200 يورو حاجات كده تانية كتيره. بس الجامعه دي صراحه ممتازه، مش طالبه اي تسطيف، رسوم الابلكيشن بتاعها بسيطه جدا. تمام. فكده شرحنا الابلكيشن. بعد لما بتعمل كل ده بتعمل كونتينت بيمنت وبتكمل الابلكيشن بتاعك. خلصنا ابلكيشن الجامعه، نروح بقى نملى ابلكيشن المنحه نفسه. تمام. نرجع تاني للجزء ده هنا، وهتلاقي هنا ابلكيشن المنحه، تروح ضاغط على كلمه هنا دي عشان تملى ابلكيشن المنحه. تمام. ابلكيشن المنحه عباره عن ملف بي دي اف. ملف البي دي اف ده هيكون محطوط لك فيه كل التفاصيل ومحطوط لك فيه الفورم اللي انت لازم تملاه. هنا بيديك التفاصيل في البدايه، التخصصات المتاحه، وهنا بقى الفورم بيبدا من هنا. تمام. انت لازم تبدا تملى الخانات دي من هنا، بتكتب بقى التفاصيل بتاعتك. تمام. كاتبين لك مكتوب الاسئله بالالماني وبالانجليزي. تمام. وبتحط كل البيانات دي هنا، بتحط ايميلك وبتوقع. تمام. خلاص كده خلصت انت كله. تمام. بتروح واخد الملف ده ومع الاوراق دي برضه مره تانية هنا اللي كانت مطلوبه، بتروح بعتها للمكان او الفرع اللي انت عايز تقدم ليه، وبتنتظر ان شاء الله النتيجه من المنحه. تمام كده. منحه سهله مش معقده، خطواتها بسيطه ان شاء الله، تتبع كل خطوه على حده وبالطريقه الصحيحه عشان تقدم بنجاح بدون اي مشكله. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه لو عايزين تقدموا المنحه دي من خلالنا، متاح. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.